رصاصات كتيرة قوي طايرة فوقينا. لو بتتخانقوا على ركنة فهي دي نيويورك. بدأت المطاردة. يا هاورد، أظن إني لقيت واحد من قرايب بيجي في حتت كده رمادي غامق، يمكن ساب بقع على بدلتي. كلارنس، الراجل شرير بس وسيم، طبطب على رأسه ووجهه ناحية فيست، هيلاقي طريقه. مفيش مشكلة، هعمل نفس الحاجة لو شفت أي حد. هاي ام جي، اشتريت حاجات من السوبر ماركت، مش قادره استنى واعرف هتطبخ ايه. انا جاي لك دلوقتي، استعدي للاندهاش. ما عنديش ارسال، لازم ادور على ابراج زياده عشان اشغلها. بيتر، انت مش هتصدق اللي حصل. عارف العنوان اللي اديتهولي؟ رحته. ام جي، انا عارفة، بس استنى. هو ايه ده؟ اسمع بس. هو ده العنوان اللي لقى بيت كل الرجالة معاهم سلاح. هو ايه المكان ده؟ المكتب ده احتمال يكون في حاجة توصلنا ليه. لازم ارجع له. ها، كان ايه ده؟ مين المغفل اللي ما شالش زبالته؟ اكيد حفلة. انا كنت هضرب فار. لازم ابعد ده عن طريقي. مارتن لي بيدفع للزعيم فعلا؟ ايوه، بنبني وحش الحرب اللي ليه هيمول المكسب للكل. انت لازم تنظف المكان وتشيل السائل ده من هنا، الزعيم لو شافه هيتعصب. ريك، الزعيم عايز يكلمك، تعالى. لازم ادخل المكتب ده. طيب الزعيم هيعمل ايه بفلوس مشروع ليه ده؟
جربت منه حاجة؟ هما بيبنوا ايه؟ كل ده عشان ليه؟ بالراحة. ثانية، هو ده كان ايه؟ لحظة، طيب الزعيم هيعمل ايه بفلوس مشروع لي ده؟ هما بيبنوا ايه؟ كل ده عشان ليه؟ جربت منه حاجة؟ الصوت ده متأكد اني سمعت صوت. على مهلي، ايه الحاجة اللي هتحتاج عجل بالحجم ده؟ متأكد اني سمعت صوت. هو فين؟ متأكد اني سبته هنا. الولد ده مش هيتحرك، أنا ممكن أشغله. هاي، حد عايز عصير تاني بعد جولتنا الأخيرة؟ هو إيه ده؟ نوع من أنواع الأجهزة العسكرية؟ أكيد المكتب يمين، أنا لازم أتحرك بحذر. البراميل دي شكلها مهم، الكاماكس، ليه حاسة اني عارفة الموضوع؟ جواها ايه؟ يا زعيم ما تقلقش، ايه مش هيلاحظ؟ توم ستون. صح يا ريك، مش هياخد باله لأنها تختفي. أيوه، أنا قلت هحلها. عندك شوية جرأة يا ريك. تعال نشوف لو هتتكسر. دي خيبت الأمل. ودلوقتي محتاج لحام جديد. ما ينفعش أرجع دلوقتي، لازم أدخل المكتب. نجحت. تصاميم عربية مدرعة
ده اللي بيصنعوه عشان ليه؟ بس ليه؟ طيب يلا أجهزة تحديد مواقع، يا ترى توم بستون محتاجها في إيه؟ تمام يا شباب، الوقت خلص، هاتوا حاجاتي من مكتبي. لازم أتحرك. ماشي، عايز أقولك ما تعمليش كده تاني، بس بما إني عارف إنك كده كده هتروحي، امسكي خدي من ده المرة الجاية. كويس، شكرا. انت عارفة ان توم ستون مجنون ومش سهل خالص، صح؟ كلنا عندنا نقط ضعف، وبالنسبة لي ان اللي بتطبخه دلوقتي ريحته روعة. فراخ بالكاري، عايزة بس تستوي على الهادي. اتمنى من غير فطير. مش هتسيبيني خلص ده كله لوحدي مش كده؟ لا. كارثة الفطير العظيمة، انا لسه مش مصدقة انهم فضوا المبنى كله. عارف، وفي يناير برضو جيرانك بيكرهوني. أيوة كانوا مبسوطين لما انفصلنا. أيوة. طيب خلينا نشوف اللي لقيته في مكتب ليه. ماشي، واضح ان ليه عنده مشاكل مع نورمان أوزبورن. أيوة، بس ليه؟ أنا لسه مش عارف، لكن خطوته اللي جاية شكلها هيبقى فيها ديفلز بريث أيا كانت. أيوة، وأنا هحفر وراه. كنت بفكر هيحصل ايه لو تعاوننا؟ عايزة تكوني مساعدتي؟ زي السبايدر جيرل؟ المرأة اللي عنكبوت؟ لا، مش رفيقة، شريكة. اوه، مش ممكن. ده نظام الجريمة بتاعك، الظاهر في اقتحام بيت تشارلز ستاندش. الاسم مش غريب. اوه، ده المدير المالي الأوسكورب. استنى، شايف ان ده ملوش علاقة بليه، صح؟ اسف اني طبخت وجريت. انت سبت لبسك على أرضية المطبخ؟ عايزني احطهم فين؟ حطيهم على الكنبة. أشوفك بعدين؟ ماشي.